Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σας, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα αραβικά. Σαμπάχ الخير إليكم نشرة الأخبار من إذاعة صوت اليونان يوفيكم بها وليد إلياس. صادق البرلمان اليوناني يوم أمس الأربعاء على مقترح يدعو لمطالبة ألمانيا بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال النازي للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية. وتم تمرير المقترح المذكور بأغلبية أصوات النواب، ما يعني الحكومة اليونانية تقدم بطلب رسمي إلى ألمانيا لمطالبتها بدفع تعويضات عن الأضرار وعمن فقدوا حياتهم خلال فترة الاحتلال. ورفض المقترح خلال التصويت الذي شهده البرلمان من قبل نواب حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف. وفي تصريحات له قبل التصويت أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن المطالبة بالتعويضات حق بلاده، مشيرا أنه سيقدم مذكرة شفهية حول الموضوع لحكومة برلين. ولفت إلى أنه لا يرى طلب اليونان للتعويضات مسألة مساومة القروض التي أخذتها بلاده من شركاء الأوروبيين خلال فترة الأزمة، معتبرا أن طلب تعويضات الحرب العالمية أو الألمانية دين تاريخي وأخلاقي. وبدأ النواب اليونانيون يوم أمس الأربعاء مناقشة قرار يتعلق بطلب الحصول على التعويضات من ألمانيا، خصوصا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت خلال الاحتلال النازي اليونان، وهي مسألة تعرضها برلين منذ فترة طويلة. وجاء في القرار أن البرلمان يدعو الحكومة اليونانية لاتخاذ أي إجراء دبلوماسي أو قانوني لتلبية أي مطلب للدولة اليونانية الناتجة من الحرب العالمية الأولى والثانية.